صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: ما حكم الإحرام للمرأة وهي ترتدي النقاب الأفغاني، وهو عبارة عن نقاب يوجد به في مكان فتحة العينين قماش مخرق حتى تتمكن من الرؤية، وما حكم من اعتمرت أو حجت وهي ترتديه؟ ما دام أنه يسمى نقاب فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب مطلقا ولم يفصل، ما قال نقاب العربية أو النقاب، نقاب خلاص، ما دام يسمى نقاب فلا تلبسه. وأما أنها حجت وهي لابسة للنقاب وهي تجهل الحكم، حجها صحيح ويعفو الله عنها. نعم.